حديقتي وبابها الكتاب، أقرأ فيه قصصي وأدرس الحساب. يرضيك يعني الاسم يا ست انتي؟ ايه خير اللي حصل؟ عملوا لها استدعاء وهتمشي المدرسة، يرضيكي؟ وكل ده بسببكم انتوا الاتنين، وانتي قلة الأدب انتي. ايه اسمها ايه ولا اسمها ناعة؟ يلا قدامي على البيت. يا ربي بقى يا ماما، انا ما عملتش حاجة يا ماما، كذابين يا ماما. انا عارفة والله يا حبيبتي انا عارفة، بس يلا بينا هنعمل ايه؟ ضلي يا ست هانم بقى، شوفي هتوديها في انهي مدرسة، وانا مش هسجلها ولا هعمل لها حاجة. احسن احسن برضو تكون وفرت. يلا بينا. ويعني ينفع تهنوني برضو قدام الناس كده يعني؟ استغفر الله العظيم، هيقعد يتكلم بقى امشي بقى انت ساكت. من هنا يا حاجه، من هنا، هاتي الورقه. يلا يلا يا ست هانم يا قريبة الادب اللي بتهين امك وابوكي، قصدي ابوكي يعني، عشان انت ما هنتيش امك اصلا. امشي. انا نازل بقى الشركه وهتوديها بس النهارده، وتستاذني بس المديره علشان ايه؟ تروح الامتحان، لكن غير كده لا مش هتنزل. وعارفه الاسم كريمه، انت لو قلتي ادبك على المدرسين او المديره انت حره. سلام. الأدب دي. بص يا ماما، طب هنعمل ايه بقى يا ماما؟ وانا يا ماما ما بقلش ادبي على حد يا ماما والله. خلاص خلاص يا حبيبتي انا عارفه، هتروحي برضو الامتحان النهارده وخليكي شاطره. طيب يلا يا حبيبتي، خلي بالك على نفسك. حاضر. زيكم يا عيال، عاملين ايه؟ الحمد لله الحمد لله. طيب ماشي حبايبي، دلوقتي عشان في امتحان يعني هيوزع عليكم الورق. طيب ماشي. طيب حاضر. يلا اتفضلي صفاء، اتفضلي 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 دلوقتي، اتفضلوا. حلو. طيب حاضر. يلا والله العظيم لو وريكي يا صفاء، ادي ورقه الحل وانا هحذفها عند صفاء عشان تكون هي بتغش. بسم الله. ينفع اقول حاجه؟ ينفع؟ ها اتفضلي. انا شايفه مع صفاء ورقه حل بتغش. صفاء اللي جاب اوديكي للمديره دلوقتي؟ ايه والله العظيم والله العظيم. بصي كل الاجوبه محطوطه هنا، تعالي معايا عند المديره، تعالي. والله العظيم ما عملت حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. يا استاذه لمار، يا استاذه لمار، ايه مش هيعمل كده ولا مين؟ والله العظيم مش هي، انا شفتها. امال مين اللي عمل كده؟ مين اللي جاب الورقه عندها؟ والله ما اعرف، بس مش هي، هي ما بتغشش. تعالي معايا على المديره يلا، وبالورقه كمان يلا. والله العظيم ما انت يا بنت يا ريم. نعم يا استاذه. خدي البت دي وديها المديرة. طيب حاضر اوامرك. على فكرة بقى يا ابلة لمار، ايه على فكرة يعني ريم هي اللي حذفت الورقة. مين قال؟ انا شفتها. كذابة بتكذب يا ابلة لمار. ايوه ما انا عارفة، انا شفتها. يلا يا حبيبتي روحي، وخلي بالك يعني في فكري كان ان انا مش عامية. اتفضلي يلا روحي على الكرسي وحلي. طيب بص والله العظيم هي ما عملتش حاجة. انت يا سعاد. نعم. عملت كده ولا ما عملتش؟ بصراحة ما شفتش.
يا ربي بيتهموا صفاء في كل حاجة، في كل حاجة. يا صفاء يا حبيبتي خلاص ما تعيطيش ما تعيطيش، اتفضلي روحي على المديرة. والله العظيم ما عملت حاجة. روحي وانت ساكتة. الله خير، اللهم اجعله خير. في ايه يا بنتي؟ مالك بتعيطي ليه؟ انت يا بنت يا ريم. نعم يا أبلة. ايه اللي جابك؟ مش انا قلتلك خلاص استدعاء وهتمشي؟ لا ماما بابا قال لي اروح النهارده بس، نسيت اقولك ان نسيت استاذنك يعني ان انا جايه النهارده. اكيد عملتي مصيبه. انا برضو، هو انا بعمل بها مصايب اصلا؟ استغفر الله العظيم. هنبدا بقى شغل الكون. ايه قبل لامار شافت صفاء وهي ماسكه ورقه الحل وبتغش في الامتحان. ايه انت بتعملي كده يا صفاء؟ والله العظيم ما عملت حاجه يا ابو. خلاص خلاص يا حبيبتي بطلع ياط. والله العظيم يا اب، والله العظيم يا اب، لا حكمت ما عملت اي حاجه. خلاص يا حبيبتي ما تعزيش، اطلع برا يا ريم، اطلع برا، مش طايقه اشوفك اصلا. يا ربي هو انا عملت حاجه اصلا؟ الناس دي. احكي لي الموضوع يا حبيبتي. والله العظيم يا اب حكمت ما حبتش عملت اي حاجه والله. خلاص يا حبيبتي خلاص، ما انا مش عارفه برضو، ما اكيد يعني الاستاذه لمار مش بتكذب. ما انا مش عارفه والله العظيم يا ابله ما عملت اي حاجه والله. خلاص خلاص ما تعيطيش. ما هي ممكن هي تعملي استدعاء ولي امر. هي اللي بتعمل ولا انا؟ هو هي المديره ولا انا؟ حضرتك طبعا. طيب خلاص يا حبيبتي خلاص، تزعليش وخدي دي كمان، طلعي يد بقى وخدي. انا مش عارفه اقول لك ايه بجد. خلاص خلاص بقى، يلا روحي امسحي دموعك كده، يلا روحي. ما هي هتزعقلي. لو زعقت لك انا هشوف موضوعها. طيب انت يا ريم، ايه انت لسه واقفه هنا؟ كنت هشوفك هتعملي ايه لصفاء. طب ما تديني بمبونيه كده علشان انا لقي ناشف. اطلع برا يا بنت، ايه الاسلوب البارد ده؟ اطلع برا. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها.